زيارتنا اليوم فوج الطوارئ الخامس عشر تابع لقيادة شرطة محافظة نينوى للوقوف على الوضع الأمني ضمن قاطع المسؤولية ومدى تنفيذ الخطط الأمنية المعدة من قبل غرفة حركات قيادة شرطة محافظة نينوى. الجميع يعلم أن هذا الفوج أدى واجبه خلال الفترة الماضية بكل شجاعة وأمانة ومصداقية. ندعوهم للاستمرار في هذا العمل وإلى التعامل الأمثل والحسن مع الأخوة المواطنين الأعزاء الكرام ضمن قاطع المسؤولية. نسأل الله سبحانه وتعالى لكم التوفيق إن شاء الله.